اهلا بيكم في الفيديو ده. هنبدا نكمل مع بعض ان احنا نقدر ازاي نعمل اكسكيوتابل ثريد. اتعرفنا في الفيديو اللي فات على اول طريقه ازاي نعمل بيها اكسكيوتابل ثريد عن طريق ان احنا بنعمل كلاس بيقول اسم من الكلاس اللي اسمه ثريد، وبعديها بنعمل ايه اوفر رايد للران ميثود، واتكلمنا بالتفصيل عن ازاي نعمل كل حاجه جواه. الطريقه الثانيه بقى هو انك تعمل كلاس، الكلاس ده ايه بيمبلمنت الرانبل انترفيس على طول. فخلينا كده ايه اول حاجه ان انا اوريك الرانبل انترفيس وبعد كده نبدأ نشوف الكود. فأنا مثلا هكتب بس هنا كلمة runnable عشان خاطر أقدر أخش عليه. فالرانبل ده زي ما أنت شايف أدي public interface اسمه runnable، وكل اللي جواه ميثود واحدة بس اسمها إيه؟ اسمها run، وهي حتى abstract. يبقى أنا هضطر أعمل لها أول ما هعمل implement للرانبل ده هضطر أعمل override لمين؟ للرن، وأكتب الكود اللي جواه. طب طالما في الأول وفي الآخر الطريقة دي هي خلتني اعمل اكسكيوتابل ثريد، انا ليه اتعلم الطريقه الثانيه؟ يعني ليه اعمل طريقه زي دي؟ خليني اقول لك على معلومه. مبدئيا كده الجافا سنجل انهيرتنس، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي كلاس مثلا اسمه ماي ثريد مثلا، والكلاس ده هو بي اكستندز، خلينا كده نعمل كلاس ملوش اي لازمه، يعني عشان بس خاطر ايه نشوف الكلام ده مع بعض، يعني هسميه تمام. ماشي، فالكلاس ده هو اللي هو ماي ثريد ده بيكستند تم. طب احنا عارفين من الطريقه الاولى ان انا دلوقتي عايز اكستند مين؟ عايز اكستند ثريد، صح؟ فيبدا هنا يحصل ايرور. ليه؟ لان الجافا، او حتى لو عملنا هنا كوبا برضه يحصل ايرور، ان الجافا ايه؟ هي سنجل انهيرتنس، هي بتورث من كلاس واحد بس. فانت البروجرام بتاعك انت لازم تكون بتورث من تم عشان انت كنت شغال او بي. فهنا بقى بيجي دور الطريقة التانية. ايه الطريقة التانية؟ انك تبدأ تعمل implement لمين؟ للرنبل انترفيس، لان انت في الجافا تقدر تعمل implement لاكتر من انترفيس، بس تقدر تورث من كام كلاس؟ من كلاس واحد بس. فهنا بقى جه دور الطريقة التانية هنا، ان انت ما تقدرش تعمل extend للكلاس اللي اسمه thread في الحالة الطبيعية. فجت هنا ايه الحالة التانية، هتيجي تعمل هنا بقى alt enter عادي، هو عامل لك هنا ايه override للميثود اسمها run، وتبدأ تكتب الكود اللي انت عاوزه جواها. طب ايه بقى الكود اللي انت عاوزه؟ اول حاجة انا هغير بس اسم الثريد اللي عندي، فهنادي على الثريد كلاس دوت، اجيب الكرنت ثريد اللي هتكون شغالة دوت سيت نيم، وهنسميه مثلا انا هسميه كاندرويد، وبعد كده هعمل فور لوب بسيطة. فادي هنا انت اي ايكوالز تو 1، وادي هنا الاي سمولر ذان اور ايكوال 10، هينكريمنت الاي وابدا بعديها هنا اعمل اس اوت للثريد، اجيب بقى الاسم دوت جيت، او سوري مش دوت جيت، ثريد دوت كرنت ثريد دوت جيت نيم. وبعديها هنا هعمل بقى كونكاتينيشن مع كولون سبيس ومع الاي عشان خاطر يطبع لي اسم الثريد ايه، وبعد كده الفاليو بتاعت الاي. نيجي بقى هنا للمين. هنا في المين بقى احنا هنعمل ايه؟ احنا عارفين ان احنا دلوقتي عايزين ننادي على رن، بس احنا عرفنا في الفيديو اللي فات ايه مشكله رن، انها بتشتغل على المين ثريد، فاحنا محتاجين ننادي على ستارت، صح؟ اوكي. طب بنعرف منين ان احنا كنا بننادي على ستارت؟ عشان دي ميثود موجوده في الكلاس نفسه. طب خلينا كده نعمل ادي انستنس من الكلاس بتاعي اللي هو ماي ثريد اهو، هسميه mt equal new my thread. وركزوا كويس جدا جدا في الحته دي. قبل اصلا نكمل دي سريعا كده نعمل الفور لوب، ممكن حتى ناخدها كوبي من هنا عشان طالما هي نفس الفور لوب، بس مع اختلاف طبعا ان ايه، ان لما هيجيت نيم هيطلع لي مين المره دي. فادي my thread mt equal new my thread، ادي هنا mt dot، انا عارف ان انا بنادي على start. طب هنا ايه طلع ايرور. طب ليه طلع ايرور؟ لان اولا ماي ثريد هو بيكستند تم. طب هل الكلاس اللي اسمه تم ده جواه ميثود اسمها ستارت؟ لا. طب هل الرانبل انترفيس ده جواه ميثود اسمها ستارت؟ لا برضو. طب هي الميثود اللي اسمها ستارت دي هي موجوده فين؟ هي موجوده لو انت بصيت كده، ادي كلاس اسمه ثريد اهو، وجيت عملت ادي كنترول اف، او احنا نسيرش يعني على ستارت، اتمنى نلاقيها على طول يعني. ف
فادي الميثود اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ستارت. يبقى انا كده عندي الميثود اللي اسمها ستارت هي موجوده فين؟ جوه ثريد. يبقى انا مش هقدر انادي ميثود اسمها ستارت غير لما اكون عامل انستنس من الكلاس اللي اسمه ثريد. عشان كده انا هرجع للمين بتاعتي وخلاص. احنا قلنا بقى ان ايه؟ ان ماي ثريد دي كده مش تنفع. يبقى انا كده عملت ايه بس بكل بساطه؟ انا كده جهزت الرانبل. يبقى انا كده عملت كرييتنج الرانبل. انا كده جهزت الرانبل. ابدا بقى ايه؟ اخد الرانبل اللي انا جهزته ده ابعته للثريد اللي عندي. لو انت بصيت على الثريد اللي عندك دي، يعني لو جيت دورت على الكونستراكتورز الموجوده، انا بس بوريك من الكلاس جوه عشان انت تكون شايف الدنيا معايا عامله ازاي. في بابليك ثريد ده اللي استخدمها في الكلاس اللي فات، كنت بعمل انستنس عاديه خالص من الكلاس بتاعي وبعد كده انا اديله حاجه. في هنا بقى ايه كمان كونستراكتور هو بياخد حاجه من نوع ايه؟ من نوع رانبل. فبياخد بقى الحاجه اللي من نوع رانبل دي، وهو بقى ايه يقدر بقى ينادي بقى على، او انت ساعتها هتقدر تنادي على ستارت لان انت هتكون عامل انستنس من الثريد. يعني دلوقتي كده ده الرانبل لوحده. فانت دلوقتي عايز تعمل انستنس، هسميها مثلا ثريد انستنس ايكوال نيو ثريد. فدي كده ايه الانستنس بتاعت الثريد، فدي برضو ثريد لوحديها. فانت عايز تربط الثريد اللي عندك دي، ركز كويس، انت عايز تربط الثريد اللي عندك دي بمين؟ بالرانبل اللي انت عملته. وانا لسه موريك ان في كونستراكتور بياخد حاجه من نوع ايه؟ رانبل. فهنا ممكن تبعت ايه بقى؟ ام تي. يبقى انت كده عملت ثريد، هي كانت كثريد عاديه ما لهاش علاقه باي حد، بس دلوقتي الثريد دي بقت مربوطه بانهي رانبل؟ بالرانبل بتاعتك انت اللي هي هيكون جواها الحاجات دي. انا دلوقتي كده عندي انستنس من الكلاس اللي اسمه ثريد. الكلاس اللي اسمه ثريد ده هقدر بقى من جواه انادي على الميثود اللي اسمها ايه؟ ران. احنا اتفقنا ان ران دلوقتي مشكلتها ايه؟ انها شغاله على المين ثريد. احنا عايزين ننادي على مين بقى دلوقتي؟ على ستارت. لان ستارت دي انترنالي يعني من جواها كده هي اللي هتروح تنادي على مين بقى؟ على ران. فوقت ما هتيجي تعمل ران هتلاقي برضو ايه؟ نفس الفكره، ان هو كل شويه كل ما تعمل ران ايه؟ هيطلعوا بشكل مختلف. الطريقه دي هي اطول حته بسيطه من الطريقه الاساسيه، بس احنا عرفنا ليه نستخدم الطريقه دي او امتى نستخدمها. لما يكون انت عندك كلاس هو خلاص يعني الكلاس بتاعك هو بيكستند من كلاس تاني، فانت مش هتعرف ساعتها تكستند من ثريد. فعشان كده اضطريت تعمل ايه؟ تمبلمنت الرانبل انترفيس. وبعد ما عملت امبلمنت الرانبل انترفيس جهزته او عملت الانستنس بقى بتاعتك، وبدات تربط الرانبل انستنس او الرانبل اوبجكت اللي عندك ده بالثريد بتاعتك، وبعد كده ايه الثريد بتاعتك عملت ستارت عشان تبدا تشتغل.